من نوعه، مشيرا إلى أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتوفير كل مقومات الصمود والبقاء لأبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده رغم محدودية الإمكانيات. بإنجاز هذا المشروع الهام والحيوي في محافظة طوباز، هذا الجزء الأهم من وطننا والعزيز على قلوبنا جميعا. واسمحوا لي أن أنقل عليكم تحيات الأخ الرئيس أبو مازن ومباركته لكم على هذا الإنجاز في طوباز فيما هو متمثل بهذا المركز المتطور المتكامل لصيانة المولدات الكهربائية. كما رعى دكتور فياض توقيع مذكرتي تفاهم مع الحكومة التشيكية لتنفيذ مشروعين حيويين في مجال الطاقة المتجددة والري، مشيرا إلى أن المشاريع تشكل عنصرا أساسيا في عملية بناء أسس الدولة الفلسطينية المستقلة. ثمن رئيس الوزراء جهود الأصدقاء في المجتمع الدولي ودعمهم لأبناء شعبنا لتمكينهم من استكمال مؤسسات الدولة، مشيدا بدعم التشيك لمسيرة شعبنا في الإعمار والبناء. وخلال جولته في محافظة طوباس والأغوار الشمالية، تفقد رئيس الوزراء دكتور سلام فياض والمحافظ مروان طوباسي ومدراء الأجهزة الأمنية غابة الشهيد ياسر عرفات، وقاموا بزراعة أشجار حرجية داخلها. استقبل